معاكم دكتور عماد فتحي وحلقة جديدة من قناة 90 سنة صحة. كلامنا النهاردة ازاي نحسن جودة الحيوانات المنوية. نتفق ان نسبة الحمل في الطرف الاخر بتقل كلما قل عدد او جودة الحيوانات المنوية، وزي ما قلنا ان المطلوب على الاقل 15 مليون حيوان منوي في الملي متر الواحد. وعلى الرغم ان اللي هيقوم بالمهمة حيوان منوي واحد، لكن بيكون بصحة جيدة وحركة ممتازة. وفي رجالة بعدد قليل جدا من الحيوانات المنوية بتقوم بالمهمة دي، وعلى النقيض في عدد من الحيوانات المنوية بيكون زيادة جدا لكن ما بينجحش الرجل في الإنجاب، وده لأن في عوامل تانية مهمة زي حركة الحيوان المنوية الطبيعي والصحة العامة للحيوان المنوي. هنتكلم النهاردة عن بعض النقط اللي نحسن بيها جودة الحيوانات المنوية. الزنك واللي ناقصه بيقلل هرمون التستوستيرون وبيقلل جودة الحيوانات المنوية وبيسبب العقم، ولابد من الحفاظ على المستوى الطبيعي بتاعه سواء من